السلام عليكم. تم مؤخرا تدشين مركز جامعي كبير بولاية عين دفلة، وبالضبط في دائرة خميس مليانة. وهذا المركز الجامعي أو كومبيوس فيه يعني جامع عدد أقسام، ويتسع ل6000 مقعد بيداغوجي، منها 2000 سوف تفتتح في غضون السنة المقبلة إن شاء الله. و يعني تعتبر هذا المشروع لبنة جديدة في الصرح الجامعي اللي تعرفه ولاية عين دفلة، سوف يتدعم بمراكز للإيواء للطلبة موزعين عبر مختلف دوائر ولاية عين دفلة، وليكون يعني إضافة للخريطة الجامعية للوطن اللي تتوزع على 58 ولاية، واللي عرفت في السنوات الأخيرة عدة مراكز جديدة، خاصة أتذكر تيليمسان و صطيف اللي عرفت بها مراكز جديدة كبيرة، وكذلك بجاية وبعض الولايات اللي كانت يعني فيها يعني ضغط ان دوموند ان فور دوموند في قضية يعني المقاعد البيداغوجية. إذن هنيئا للطلبة، وإن شاء الله تكون يعني المستوى نتاع التدريس والخدمات الجامعية ترقى إلى طموحات الطلبة، لأنها فيها يعني نقطة سوداء، يعني الخدمات الجامعية ما زالت يعني ضعيفة، بدون ما ندخل في التفاصيل. وكذلك المستوى تاع يعني التحصيل الجامعي لازم يكون يلقى الى متطلبات العصر ومتطلبات التغيرات السريعه الذي يعرفها العالم. اذا لازم البرامج الجامعيه تكون تتماشى مع التطلبات نتاع السوق نتاع العمل والاقتصاد نتاع الاقتصاد المبني على اقتصاد المعرفه واقتصاد يعني التنمية المستدامة. إن شاء الله الإطارات والمسؤولين يأخذوا بعين الاعتبار هذه المعطيات، والسلام عليكم.